تعلمنا سابقا انشاء جداول الداله بالجمع والطرح كما يظهر هنا الجدول يبين علاقه عمر فاطمه بعمر اختها باتباع القاعده عمر فاطمه يزيد بخمس سنوات عن عمر اختها في هذا الدرس سنتعلم ان قاعده الداله يمكن ان تتضمن عمليه ضرب او قسمه كما يظهر في هذا المثال الفراشة لها جناحان، فعندما تكون المدخلات مثلًا أربع فراشات، بتطبيق قاعدة الدالة ضرب اثنين، تصبح المخرجة ثمانية أجنحة، وهكذا في جميع المدخلات، وباستعمال القاعدة نحصل على المخرجات كما يظهر. بتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستطيع تحديد عدد الارباع الموجوده في اعداد مختلفه من الريالات باستعمال قاعده الضرب في اربعه لان الريال يساوي اربعه ارباع يعلمنا هذا الدرس كيف نستعمل عمليه الضرب والقسمه لانشاء جدول